العربية وأخرى مسيلة للدموع استخدمتها القوات الأمنية ومكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين والذين قاموا بجمعها وتحويلها إلى رموز توثق حقبة لضحايا المحتجين الذين سقطوا في التظاهرات. إلى معرض تشكيلي تحولت هذه القنابل المسيلة للدموع والأخرى الغازية في ساحة التحرير لتوثق حقبة سالت فيها الدماء وسلبت كرامة وحياة الإنسان. لم يسلم منها الإنسان ولا الطير. القنابل المسيلة للدموع ومثلها الصوتية التي تنفلق يوميا بوجه المتظاهرين حولها فريق صيادو التحرير كما أطلقوا على نفسهم بعد جمعها إلى تراث سيبقى حيا في ذهن من اعتصم هنا أو استنشق غازاتها. عندنا أربع أنواع حاليا، عندنا الصوتية وعندنا القنابل اللي هذني ثلاث أنواع. أكو واحدة منهم بس دخان تخنق ومسيل دموع، أكو واحدة تخنق ومسيل دموع ونفس اللحظة تبلع الدخان، يعني غصبا على الإنسان أنه يبلعها بدون إجباريا ينبلع. والثالثة اللي هي خطرة هي الفلفل الخطرة، انه هاي تخنق ودمع وتحرق بالوجه وتحرق بالعين نفس اللحظة. هاي كلها تقريبا اكسباير تقريبا 2014 اللي عندنا اكسباير. انا حاليا مجمع، احنا تقريبا مجمعين اكثر من 1000، بالنسبة مالتنا 10% اللي جامعين احنا، يعني اذا 1000 خلينا نقول فد 10000 او 15000 قنبل، يعني هاي كاحصائية يعني بسيطة. رؤوس الشباب المحتجين وصدورهم العارية أصبح شباكا لهذه القنابل التي خطفت أرواح العشرات وأوقعت المئات مصابين، رغم ما يطلق من تحذيرات من المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومنظمات أممية لإيقاف استخدامها، لكن من دون جدوى. هذا الطير شنو ذنبه؟ عصفور طير رب العالمين، أنت حاربت شنو؟ إحنا طلعنا شنو؟ ببردة وعلم عراقي، إيش طلعنا عليهم؟ طلعنا بصواريخ، طلعنا عليهم برمان هجومي، طلعنا مظاهرة فقط سلمية، لكن هم استقبلونا برد عنف. شنو تضرب انت على مواطن شعبك العراقي؟ هو احسن من العراقي؟ ابو الغيرة الشهم الشريف الطيب صاحب النخوة تضرب انت بالقنابل؟ عشرة اضعاف وزنها هو الفارق بين القنبلة التي تستخدم في فض الاحتجاجات هنا عن التي تستخدمها دول العالم تقول منظمة العفو الدولية. وبهذا يكسر العراق نمطية الاستبيانات العالمية التي يتذيلها في كل مرة، لكن في كيفية حظ الارواح واختراق الجماجم. من بغداد جابر جمال، قناة رشيد الفضائية.